في حد رجل أعمال كبير في مصر كان اسمه الله يرحمه إسماعيل والجزار. لعبنا ماتش السكة الحديد اللي في الدوري الممتاز. أنا لعبت مباراة مفيش بعد كده يعني بصراحة، لعبت مباراة كان أياميها الكابتن كمال عثمان بيلعب في نادي السكة الحديد، كان نادي السكة الحديد فريق قوي، كان الأستاذ علو الجزار في الملعب. كان هو يعني هو كان في العضوية بتاع النادي يعني، فقابلني علو بيه الجزار كان قاعد في المكتب بتاع اللي هو مدير عام النادي كان عاصم إمام، وراح قال لي أنا يمكن أقل حاجة أعملها لك، راح إداني ال 200 جنيه. خدت ال 200 جنيه وأنا على فكرة وأنا خدت 200 جنيه بقيت أمسك فلوس بقى يعني 100 جنيه و200 جنيه بالنسبة لي دي فلوس يعني. أول حاجة فكرت فيها نفسي يبقى عندي عربية يعني. فأرخص عربية أشتريها مين؟ عربية الكابتن ياكا. عربية هو بيشتكي منها، فأنا قلت بقى أنا عملت نفسي ناصح، آخد العربية وأصلح اللي فيها وأوضبها ده مش عايز يصرف عليها، أنا بقى دماغي كده فأنا هصرف عليها فخدت العربية من كابتن ياكن ب 850 جنيه بالقسط، مش اديتهم لهم ال 200 جنيه وصرفت على العربية حوالي بتاع 100 جنيه. وكنتش أقدر أركب العربية لوحدي، لازم يكون معايا حد، إن لما بقف بتعطل فلازم حد يزق، فلازم ما بركبهاش لوحدي خالص، كنتش أركب العربية لوحدي خالص. في مرة كده كنت في السعودية، كانوا هم عايزيني ألعب في أهلي جدة، جيت كنت عند الأمير رئيس النادي، وأنا نازل بقى بالليل والنهار هيخش كده، وأنا خارج من عنده رايح على الأوتيل، فلقيت تريلا جاية عليها عربية حاجة، أنا بقول عربية مين دي؟ فقال لي حلوة، قلت له جدا جدا عجباني دي، عربية مين دي؟ قال لي عربيتي. قلت له حلوة أوي العربية دي. راح قال لي والله العظيم ذبح، والله العظيم، قال لي وراس أبويا العربية ما تنزل، العربية على مصر. وجت على مصر العربية. والفترة رحت نادي العين، كنت هلعب في نادي العين، لقيت عربية حاجة بقى، عربية حاجة يعني، ولا كنت أتوقع العربية دي تيجي مصر، وكنت في دماغي خالص العربية دي تيجي مصر. فبقول له، قال لي تعالى اركب العربية، هم بيحبوا العربيات. ركبت معاه العربية فمشينا من أبو ظبي لغاية العين، بس ما كانش الطريق زي دلوقتي، ما كانش الطرق زي دلوقتي يعني. بعديها بيومين بقى نازل مصر عشان أوضب أموري، وكنت خدت الفلوس يعني دون المقدم العقد، وللأسف بعد ما خدت مقدم العقد وخدت العربية النادي رفض. كان النادي عنده مباراة في كأس مصر اتغلب، ما كنتش انا موجود، فحصل مشكله في النادي واتفرطوا في اللعيبه والجماهير وكده، فكان معايا الفلوس بقى اللي انا واخدها. فكان انا بحب الاماراتيه جدا، ان انا رحت خدت الفلوس وصممت ان انا اسافر اودي الفلوس للسفير، ورحت يعني رجعت الفلوس كده. كان الناس في منتهى الادب والاحترام يعني، وعشان كده يعني دي بالنسبة لهم يعني أنا عملت حاجة كويسة.